السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنصاوب لكم البيتزا السائلة. غنحتاجو فيها 3 معالق ديال الطحين كبار، وغن شوية ديال الخميرة، شوية الزعتر، 3 البيضات، نص كاس ديال زيت العود، الملح. غنبداو إن شاء الله. سهل، غتكون نديرو زيت العود، بلا ما نطربو دغيا، شوية الخميرة، شوية الملحة، شوية الزعتر، هانتا نضيفو الطحين، سمحوا ليا، غنضيفو الطحين سهلة، مكتحتاجش المجهود بزاف. إذا جات خاطرة شوية غنزيدو ليها شوية د الحليب، إلا جات خاطرة نزيدو شوية تاع الحليب، شوية باش ما تجيش خاطرة، بلا ما نطربوها، إلا جينا زوينة. سلام عليكم، هيا البيتزا ديالنا سالات. خصنا نديرو شوية الزبدة المقلة، غير في المرة الأولى، صافي المرة الأولى ونجيبو المغرف. غنديرو ليها بحال هكا، نسرحوها مزيان، وغنديرو فوق البوطة مهيلة باش ما تحرش. هي طاب، غنمشي ندير فيها الحشوة ونرجع، الحشوة ونرجع. كنحتاجو في الحشوة ديالها مطيشة، الحك مطيشة ديال الحك، درت فيها الماء السخون، وها هي درتها. الماء السخون وذوبتها، وكنحتاجو هنا البصلة، البصلة درتها في الزيت صوتيتيها، ها هي. وكنحتاج زيتون، كتجي لذيذة لذيذة بزاف. تستحق تجربة. والطون،
دابا غنديوها طيب. البيتزا ديالنا ها هي غنديرها فوق العافيه طيب ان شاء الله. غنديروا لها الفورماج موتزاريلا صافي هي طابت دغيا كطيب. انا ما بغاش يدير البيتزا وغنحيدوها غنديرها في الطبسيل ونغطيها باش يذوب الفورماج. هاي نغطيها باش يذوب الفورماج نديرها باش نكمل الصوص. البيتزا ديالنا ها هي طابت فاقل من 10 دقائق على اللي ما بغاش يصاوب البيتزا. هذه هي البيتزا السائله السائله ها هي طابت هي احسن بيتزا في 10 دقائق. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على اللايك، شاركونا، دعمونا باش تطلع القناة.